بعدين مين ابو حنيفه ده؟ انا اعرف السيد البدوي. هو الراجل المصري ملوش امان عامه، بناء عليه نقابه المحامين شطبته وماما وبابا عارفين. اتس اوكي، هو مين هاني سامح ده؟ انا هعرف هاني شاكر. رايك في تقنين المساكنه في مصر؟ لا مش احسن حاجه، لانه الراجل المصري ملوش امان عامه. انا يا بنتي والله هو عامه المساكنه نفسها ملهاش اي لازمه، ولو في قله من الناس المحترمه للاسف، الناس المعروفه للاسف موافقين على الكلام ده، دي حاجه ترجع لهم هم. يبقى احنا غلطانين ان احنا اديناهم فرصه ان هم يعلوا او يطلعوا ويظهروا، وبعد كده يطلعوا اللي عندهم اللي هم ملوش لازمه ده. الجواز اصله الاشهار، موضوع اللي هو يعني موجودين في بيت واحد من غير جواز ومن غير اشهار، ده كده مش اصح حاجه ومش الطف حاجه. بس بتحصل في ليفلز مش او مستويات مش هي الدرجه، يعني مش اللي هي الفئه المتوسطه او الفئه المتوسطه، لا هي بتبقى في مثلا الاي كلاس. الحمد لله على الفقر والجدعنه. هي لذيذه بصراحه، يعني لو اشهار وتحت بند الجواز وماما وبابا عارفين اتس اوكي. بس ان بابليك واخوها عارف سو وات. طيب انت شايفه الموضوع شرعا هيبقى مظبوط ولا لا؟ لا طبعا مسلمه محجبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا سلام على الهدى والنور. يعني ولا دين ولا ملة موافقين على الموضوع ده. طيب سمعنا المحامي هاني سامح قال ان شرعا الامام ابو حنيفة شرع المساكنة، انت شايف ان ده صح ولا غلط؟ معلش بس سؤال، هو مين هاني سامح ده؟ انا هعرف هاني شاكر لكن ما اعرفش مين هاني سامح. يا اعمى الامام ابو حنيفة ما ينفعش يعمل كده. بعدين مين ابو حنيفة ده؟ انا اعرف السيد البدوي الناس دي، لكن مين الامام ده؟ معرفوش، بس اكيد مش هيقول كده يعني، طالما امام ويعرف ربنا اكيد مش هيقول كده يعني. هو الدين بيقول ايه؟ مش محتاجه حاجه يعني. بناء عليه نقابه المحامين شطبته. اللهم لا شمات، بس انا شمتان يا رب. حتى لو الحنفيه من الائمه الايسر في ارائها، بس حتى لو مستحيل تقول المساكنه حلال او تحللها باي شكل من الاشكال يعني. ده كان زمان، حاجه زمان بقى خلاص، والدين يعني كل حاجه بيبقى ليها وقتها. الفتره اللي فاتت سمعنا عن حليب الخير، حليب الخير، حليب الخير. وبعدين انتوا تفهموش، قلنا حليب الخير كل واحد هيتنيل يرفع ايده سهله.